الحين راح اسوي لكم كب كيك الشوكليت، وراح يكون مع نوعين من الكريمه، واحده راح تكون حشوه وواحده راح نغلف فيها من برا. اول شيء راح نخلط المقادير الجافه مع بعض. عندي الطحين، اخلط معاه الكاكاو البودر، واحط عليه الملح، عندنا بيكربونات الصودا والبيكنج باودر، واخلطهم. عندي بالخفاقة راح احط السكر وعندي الزيت وعندي بيضة واحدة والفانيليا. واخفق لمن يذوب بالسكر. احاول انظف اللي بالاطراف، دائما ننظف الاطراف وننزل اذا كان في طحين او سكر او اي شيء من اللي حطيناه بالوصفه. راح احط طحين تقريبا ثلث المقدار، وبعدين نص مقدار الحليب. على سرعة بطيئة عشان ما يتناثر. أنزل نص كمية الحليب وأنا أخفق. كذي خلصنا. راح اضيف الشوكليت شيبس عندي، بس اشيل هذا واخلطه بالقفشه اللي عندي. كذي راح اخلط. بس كذي اقلبه فيه. عندي قوالب الكب كيك، اي صينيه باي حجم انت حابته. راح ادهنه بالزبده ورشه بالكاكاو البودر، لان احنا هني ما عندنا الاوراق ملوت الكبس، لا نبي نطلع كامل. راح ننزل الحين فيهم مالت الايس كريم، اسهل لنا. تقريبا ثلثين الكب. الفرن عندي حار، انا مسخنته على 180 درجة. لازم لما ادخل الكيك لازم يكون الفرن حار. الحين راح اسوي لكم الحشوة حق الكب كيك، وعندنا هذه الكريمة، يعني راح يصير نوعين، عندنا حشوة وكريمة. اول شيء عندنا بالجدر راح نحط الحليب، يعني هذا يبيله ينطبخ لان في طحين، وعندنا طحين وكاكاو البودر.
بس أول شيء أخلطهم مع بعض بالوسك عشان يذوبون مع بعض. بعدين راح أشب على الشولة. الحين نشب على الشولة ونحرك لما تبدي الصلصة الموجودة هنا عندنا تغلي. بس أنزل شوي على الأطراف. بدأ يحتر يصير حار، أحرك على طول. خلاص راح أطفي. طبعا هني ما أقدر أستخدمها إلا لما تبرد تماما، فإذا حبيتوا تقدرون تحطونها بطاسة وتحطونها بالفريزر لما يبرد. طبعا هذه هي الباردة، أنا جهزت من قبل وخليتها تبرد لأني راح أخلط الزبدة والسكر، فما أقدر أحط عليها الحار، لازم تكون باردة. نخلط هني الزبدة، زبدة تكون لينة مع السكر والفانيليا، نخفق لمن يذوب كل السكر. الحين راح أضيف عندنا الحشوة اللي سويناها طبخناها توا اللي خليناها تبرد. واخفقها معه. هني الحشوة عندنا خلصت. الحين راح نسوي كريمة الزبدة. كريمة الزبدة عبارة عن سكر بودر وزبدة. إذا نبيها بالكاكاو راح نضيف عليها كاكاو. راح أخلطهم مع بعض وأحط الفانيليا وأحط الزبدة. شوي شوي، حاول شوي شوي لأن مع الشكر البودر والكاكاو راح يتناثر معي. أشوف الحين أتأكد بس شوية تعتبر ناشفة، راح أنزل عليها قفشة صغيرة بس من الحليب شوية بس كذي. خلاص كذي. الحين أنا عندي كب كيك مسويته من قبل جاهز وبارد، لأن ما يصير أنا حشي أو أزين إلا من يكون الكب كيك بارد تماما. فهذا عندنا الكب كيك صغير على حسب مناسب حق العيال. راح أشيل شوية من فوق بالقفشة أو بالسكينة الصغيرة وأحط أحشي بالحشوة شوية بس كذي. أخلي الأطراف عشان أحط عليه كريمة الزبدة. الحين أحط الحشوة وأنزل كذي، أحشي الفتحة اللي أنا سويتها. راح نحط الحين دور مدارة كريمة الزبدة. ما راح نغطي لأن اللون يختلف، فراح نحطه كذي.
عشان يبين ان في حشوة. نوزع عليه. او باي شكل تحبون، شي راجع لكم. بس نحطه بصحن. اذا تحبون تحطون عليه شوية حلاو، شوكليت، مبشور، اي شيء. نزينها بشوية حلاو. هني عندنا الكب كيك، الشوكليت خلص مع حشوة الشوكليت وكريمة الزبدة بالشوكليت، خلصت.